الو صباح الخير. صباح الخير لالا دنيا. صباح النور، مرحبا بك. نوال من وجده. اييه لالا نوال، مرحبا بك، عيد مبارك سعيد. السلامه لالا. الله يبارك فيك وباش تمنيتو ان شاء الله. الله يبارك فيك وبدايه اسبوع موفقه ان شاء الله. لالا يخطيك، مرحبا. بغيت نقدم لك واحد المسمنات بالاعشاب، وفي الاخير كيتقدموا على شكل ساندويش. اييه، مسمنات بالاعشاب هادو وكيتقدموا على شكل ساندويش. اييه. البدايه غادي ناخذ واحد 150 غرام، ولا اللي بغى ياخذ بالكاس تاع العنبه ياخذ يدير كاس ديال العنبه فينو. 150 غرام فينو. و 150 غرام الفورس. 150 غرام فورس. معلقه صغيره تاع سنيده. معلقه صغيره تاع سنيده. معلقه صغيره خميره الحلوه. معلقه صغيره خميره الحلوه. معلقة صغيرة خميرة معجونة، ولا هذيك الفورية، هذيك العلاج بالحبوب. معجونة ومليحة وملح. غادي نجمعوا هذا الشيء وغادي نديروه رغيفات، ونوجدوا واحد الخليط اللي به غادي نبقاو نورقوا هذوك المسمنات. اييه الخليط فيه فيه 70 غرام زبدة ولا جوج معالق كبار. 70 غرام زبدة ولا جوج معالق كبار. جوج معالق معدنوس مقطع رقيق. جوج معالق كبار ياك معدنوس مقطع رقيق. دريس تاع الثومه محكوك. دريس ديال الثومه. جوج معالق زيت العود او ثلاثه، الشهد اللي يجمع هاد الشيء. جوج معالق ديال زيت العود او ثلاثه. وغادي ناخذوا معلقه صغيره من دوك الاعشاب تاع البيتزا، دوك لي زارف دو بروفا. اييه معلقه صغيره ديال الاعشاب البيتزا راه كيكونوا كيتباعوا، يعني الناس اللي ما ولاو موجودين الحمد لله. غادي نجمعوا هاد الشيء وغادي نديروه بحال بوماد، وغادي نبقاو نصايبوا دوك المسمنات ديالنا. وكنطلقوا به اذا؟ لا ما كنطلقوا بالزيت. كنطلقوا بالزيت ديك المسمنه الرغيفه كتكون صغيره، وكناخذوا واحد قيمه واحد المعلقه صغيره من هذا الخليط كندهنوا به المسمنه. كندهنوها كامله وكنرجعوها مسمنه وكنحطوها حتى كنساليوهم وكنطيبوهم، كنعاودوا نورقوا شويه. راكي عارفه وجميع السيدات عارفين، كنورقوهم شويه وكنديروهم وفي التوراق، سمحي لي نسيت، مي كناخذو كندهنوهم بهذوك الاعشاب كنرشو واحد شويه تاع الفخوماج غابي. اييه فخوماج محكوك. وكنرجعوهم صافي وكنطيبوهم. بغيتي تقدميهم غير هكاك وتاكليهم راهم كيجيو غزالين بهاد الثوم وهاد المعدنوس وهاد الاعشاب. الا بغيتيهم على شكل ساندويش كتقادي من المسمن ديالك كدهنيهم اما بالجبن اما بالفروماج المثلثات، وكديري واحد الوريقه تاع الخس، وكديري اما كفته اما لاداند هكا طريفات مقليين، وكتسديها على شكل مثلث. وكيتقدموا في الطفيل بشويه تاع السلطه وكيجيو رائعين. كنت غادي نعطيهم لك في رمضان وتقطع لي. ماشي مشكل يا ملاه طويله، احنا كناكلوا في رمضان وغير رمضان، يعني ضروري من الماكله. كنت جربتهم وعجبوني وكنت باغيه نعطيهم لكم، وذاك النهار تقطع لي الخط ما تواصلتش معاك، ولكن راه كيجيو في الحقيقه رائعين. وماشي ضروري يتقدموا ساندويش، يعني يقدروا يتقدموا حتى هكاك بوحدهم مع كويس تاع اتاي وهذا كيجيو مزيان ان شاء الله. غير هو باش نعاود دغيا المقادير، قلنا 150 غرام ديال الفينو، 150 غرام ديال الفورس، معلقه صغيره ديال سنيده، معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوه، معلقه صغيره معجونه، قلنا ديال خميره معجونه مليحه، وقلنا بالنسبه للخليط يعني اللي غادي نحتاجوا فيه 70 غرام ديال الزبده، جوج معالق كبار ديال المعدنوس مقطع رقيق، دريس ديال الثومه، جوج معالق ديال زيت العود، وقلنا الاعشاب اللي كنستعملوا البيتزا معلقه صغيره. معلقه صغيره الاعشاب، هادشي قلنا غادي فروماج في التالي يعني محكوك. وقلنا هادشي نديروه بوماد باش غادي نبداو نعمروا به، يعني المسمنات. نعم، اذا كنشكرك كثير لاله نوال على هذا الوصف اللي قدمتي لنا.